مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، طبتم وطابت أوقاتكم جميعا بكل خير ومحبة وسرور. نحييكم بأجمل تحية صباحية من أرضية هذا الميدان في انطلاقة أشواط هذا الصباح مع أبناء القبائل هنا أيضا وهجنهم بهذه الانطلاقات والتحديات الصباحية لمسافة 6 كيلومترات، مسيرتنا التي تسير بالانطلاق ورابع أشواطنا والخاص بثنايا القعدان المهجنات الأصايل بشعارات أبناء القبائل هنا الشارد. من يفتتح الصدارة والمقدمة والمركز الأول لعبيد بن السهيل بن عبيد بني ميع، من يأتينا هنا على الصدارة وعلى المركز الأول يأتينا الصيرمي لسيب بن علي بن مران الظاهري على ثاني المراكز، والمركز الثالث المنطلق هنا بهذه الانطلاقة شاهين القادم هنا حمد بن عنبر بن سعيد بن ذويب العامري والوصول من لبيب حمدان بن سعيد بن جابر بن عبد الله، من ينطلق رابعا وعلى المركز الخامس هو القادم بهذه الانطلاقة مزاد حمد بن محمد بن حميدان الفلاسي يأتينا على المركز الخامس وسادس مراكزنا، المركز السادس والمنطلق في هذه اللحظات بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة يأتينا هنا زياش بشعار راشد بن سعيد بن راشد بن غدير لقتبي، من ينطلق بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة بينما سابع مراكزنا والقادم هنا في هذه اللحظات والمنطلق بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة يأتينا هنا منطلقا هنا وقادما هنا يأتي شاهين محمد بن عتيق بن عبد الله بن عمير العميمي يأتينا بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة تاسع مراكزنا الوصول بهذه اللحظات من شعار هنا وانطلاقة وتحديات غانم هنا أيضا مطر بن غانم بن مستر بن قبعة هنا يأتينا بهذا الانطلاق الجميل والقادم كذلك القفاية لحمدان بن سعيد بن يابر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى دعناها على حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام. لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة وإلى الشارد، هنا الشارد بالصدارة وبالمقدمة وبالمركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذه الانطلاقة الجميلة لعبيد بن سهيل بن عبيد بن إميع السبوسي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول مسيطرا على زمام الأمور، كل السيطرة على المقدمة وعلى المركز الأول بينما المركز الثاني والقادم بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة يأتينا هناك هذه الانطلاقة هناك الصيرمي لسيف بن علي بن مران الظاهري من يتواجد بهذا الانطلاق الجميل، وشاهين حمد بن عنبر بن سعيد بن ذويب العامري يأتينا على المركز الثالث والمركز الرابع لبيب لحمدان بن سعيد بن جابر هنا من ينطلق على المركز الرابع في رباعية جميلة جميلة بالانطلاق وبتحدي بينما مزاج هناك القادم بهذه الانطلاقة هنا حمد بن محمد بن حميدان الفلاسي من يأتينا على خامس مراكزنا منطلقا بهذه التحديات الجميلة، وسادس المراكز زياش المنطلق هنا راشد بن سعيد بن راشد بن غدير الكتبي من يأتينا بزياش بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات، هناك عاتي القادم عاتي القادم هنا لمطر بن غانم بن مصر بالقبعة المنصوري من يأتينا بانطلاقتي، وشاهين لمحمد بن عتيق بن عبد الله بن عمير العميمي أيضا يتواجد بهذا الانطلاق والتحدي، هناك القفاية حمدان بن سعيد بن يابر متواجد أيضا على تاسع المراكز بهذا الانطلاق الجميل والتحديات، هنا أيضا القادم بهذا الانطلاق مغادر القادم هنا لحمد بالعصري بالحبة العامري قادم بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات. هذه هي
الأسماء المنطلقة الباحثة عن الفوز وعن الناموس، ولكن الشارد شارد بالصدارة، شارد بالمقدمة وبالمركز الأول وبالصدارة وبهذا الأداء الجميل، شارد على الصدارة. عبيد بن سهيل بن عبيد بن يميع السفوسي منطلقا في صدارة هذا الشوط وبالمقدمة، بينما لبيب القادم على المركز الثاني في هذه اللحظات. لبيب هنا من يأتينا لحمدان بن سعيد بن جابر على المركز الثاني بهذه الانطلاقة وبالتحديات، بينما من الجانب الآخر الصيرمي هناك لسيب بن علي بن مران الظاهري يأتينا ثالثا، وعلى المركز الرابع شاهين حمد بن عنبر بن سعيد بن ذويب العامري هنا من يأتي على المركز الرابع وخامس المراكز، اسم جديد يصل هنا بهذه اللحظات. وصل الفارس حمد بن خليفة بن سلطان بن درويش المنصوري بأول نداء، بأول نداء من يأتينا هنا على المركز الخامس في هذه المسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول، مسيطرا على زمام الأمور وعلى الصدارة، منفردا بمقدمة هذا الشوط وبهذا الأداء الجميل، يفتتح الكيلومتر الأخير هنا بانطلاقته وتحدياته. هنا الجميلة سلام للنجمة، سلام على هذا الأداء الجميل للشارد بالصدارة بالمقدمة، شرد بالشوط من البداية حتى هذه اللحظات بانفرادة رائعة، بأداء جميل وتحدي رائع وعصا راقدة وآمنة. تهانينا وناموس على هذا الأداء المميز الجميل لعبيد بن السهيل بن عبيد بن يميع السبوسي على هذا الأداء المميز هنا وانطلاقتي وتحديات ما شاء الله. هنا الشارد بالصدارة بالمقدمة وبالمركز الأول، صدارة هذا الشوط بدون أي أوامر، أداء تلقائي، عرض رائع وجميل. شكرا يا أبو عبيد على هذا الأداء الجميل، من يقدم لنا الشارد. تهانينا لسهيل بن عبيد سهيل بن يميع على هذا الأداء الجميل هنا. سلام سلام لأهالي النجمة على هذا الأداء المميز الجميل، وهذه الانطلاقة المتميزة بدون أي أوامر، وهنا أداء تلقائي وعرض جميل. تهانينا وناموس لعبيد بن سهيل بن عبيد بن يميع السبوسي، ولحظة الوصول إلى خط النهاية معلن الفوز ومعلن ناموس، ولحظة الوصول إلى خط النهاية بدون أي أوامر، أداء تلقائي رائع وجميل. المركز الثاني ظهر المركز الثاني، ولحظة وصول المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام سمحان نايف بن سعود بن بشير البلوي، ويأتينا صيرمي هناك لسيب بن علي بن مران وزياش لراهد بن سعيد بن راهد بن غدير الكتبي والقفاي، من وصل لحمدان بن سعيد بن يابر على المركز الخامس. ونعود إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول هنا أيضا للشارد بهذا الأداء المميز الجميل، وهذه الانطلاقة الرائعة بتسع دقائق واحد وثلاثين ثانية جزء واحد من الثانية، التوقيت الأفضل من يتسجل حتى هذه اللحظات مع الشارد من شرد بالشوط. تهانينا لعبيد بن سهيل بن عبيد بن يميع السبوسي، بينما المركز الثاني وصل سمحان نايف بن سعيد بن بشير البلوي، من يأتينا بهذه اللحظات هنا بتسع دقائق أربعين ثانية تسعة من الأجزاء من الثانية. الصيرمي من حل على المركز الثالث لسيب بن علي بن مران الظهري قاطعا المسافة بتسع دقائق واحد وأربعين ثانية خمسة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.